هيكون معانا على الهاتف من الإمارات دكتور جاسم خلفان، كاتب الإماراتي والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ جاسم. دكتور جاسم، يا مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك وخالص تعزينا في الشيخ خليفة، ويعني خير خلف لخير السلف هو أيضا الأمير الشيخ محمد، وبارك لكم على توليه رئاسة الإمارات. بداية خلينا نعرف من حضرتك أكثر عن الشيخ خليفة، الراحل الشيخ خليفة. أولا جزاكم الله خير والبقية في حياتكم، وهذه مصر العظيمة دائما تقف مع الدول العربية وبالذات الإمارات للعلاقة الأخوية الشقيقة القديمة قدم قيام دولة الإمارات. نعم، نحن في مرحلة انتقالية من لحظة الحزن على فراق الوالد القائد خليفة بن زايد رحمة الله عليه، كان أب. بعد رحيل الشيخ زايد المؤسس، جاء خليفة بن زايد لاستكمال المسيرة، مسيرة العطاء والتنمية والبناء. رحم الله الشيخ خليفة، طبعا كان رجل معروف لدى أهل الإمارات للوطن العربي بأكمله، لمواقف الحمد لله مع الجميع، ومصر بالذات كان لها مكانة طيبة في قلبه. وكان في حرب 73 أحد الجنود اللي كانوا موجودين في ميدان الحرب. هو رجل عطاء، رجل خير، رجل فاضل في كل ما تحمل الكلمة من معنى. حب شعبه وحبه شعبه، وقدم لهم كل ما يستطيع، قدم للأمة العربية والإسلامية على نفس نهج زايد في بناء كل الأواصر الأخوية والشقيقة مع الدول العربية الشقيقة والإسلامية، وفي كل مكان في أنحاء العالم كانوا هم موجودين كرجال خير يقدمون كل ما يستطيعون لخدمة بني الإنسان. هذه باختصار عن سيدي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. تفضلي. وأيضا لو حبينا أن احنا نتطرق لرئيس الإمارات الحالي الشيخ محمد بن زايد، وهو كان عسكري كبير، وأيضا في الفترة الأخيرة حول الإمارات إلى تقدم في الناحية العسكرية بشكل مؤثر في المنطقة، وكمان على المستوى الاقتصادي. خلينا نعرف أكثر عن مساهمات الرئيس محمد بن زايد. يقال عندنا كعرب شهادتي مجروحة، معرفتي بسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد منذ كان في العسكرية معرفة عن قرب، التقيت كثير. هو إنسان يعني خلف لزايد ولخليفة رحمة الله عليهم، فهو خير خلف لخير سلف. محمد بن زايد الرجل الذي ولد وتربى وترعرع في مدرسة زايد بن سلطان، إذن هو إنسان عاش كل المراحل مع والده ومع أخيه رحمة الله عليهم. رجل تحمل المسؤولية منذ الصغر، منذ كان ضابطا في القوات المسلحة إلى أن استلم نائب لرئيس الأركان، رئيس الأركان، ثم استمر في المسؤولية في خدمة أبناء شعبه، لأنه كان دائما عنده ما احنا نسميه البرز، البرز اللي هي جلوس الحاكم والمسؤول في مجلسه في بيته، والناس تأتي تسلم عليه وتعرض احتياجاتها، مصالحها، طلباتها، وكان دائما موجود وينفذ كل ما يطلب منه. كان حريص على التواصل الدائم مع الشعب، لأنه واضح أن له مكانة كبيرة جدا وله معزة وغلاوة واضحة جدا. أكيد هذا أنا أكلمك عن شيء مش سمع حضرتك شفت ده، ممارسة ورحنا والتقينا ونعرفه معرفة عن قرب، وكان مع الناس دائما، حتى طبعا له مواقف كثير معروفة يعني، لكن الوقت ما بيسعفنا عشان نتكلم في ما كان يقوم بمحمد بن زايد كإنسان من أبناء زايد، ثم بعد ذلك حمل مسؤولية ولي العهد، ثم مسؤولية الدولة لما كان الشيخ خليفة رحمة الله بعض الأوقات يعني في حالة المرضية. فهو يعني كان موجود في الميدان منذ الصغر، كبر في هذا الميدان، نهل من مدرسة زايد وكمل المشوار مع أخيه رحمة الله عليه رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد. محمد بن زايد يعني سواء الناس شافت محمد بن زايد في كل المجالات، شافته أيام العسكرية، شافته في الوضع السياسي. الإمارات الفترة الأخيرة هي في حالة فعلا طفرة في علاقتها سواء الدبلوماسية العربية وأيضا الدولية. نعم. وتأثير نعم. دولي حقيقي على الأرض. نعم، هو طبعا كشخصية
أصبح معروف في العالم يعني حقيقي. ولو قلنا من أمريكا وجاي إم بي زي هذه يعني نسميها يعني اسم معروف في أمريكا جدا لكل جهات العليا، ويعني خير دليل ما كتب عنه رئيس سابق أوباما قال لي يعني ما كان محمد بن زايد يتعامل معانا بالتعامل العادي، يعني كان رجل قوي رغم أنه ولي عهد يعني ليس برئيس دولة في ذلك الوقت، ولكن كان يعمل في خدمة العرب وفي الوطن لخدمة الوطن العربي. تعودت الإدارات الأجنبية وبالذات أمريكا أن تؤمر، لكن وجدت شخصية قائد يرفض الأمر ويرفض الانصياع بل يفضل المصلحة العامة للمنطقة العربية. محمد بن زايد رجل مثل ما قلت لك في البداية سيدتي أنه يعني تشرب من هذه المدارس المحيطة، اكتسب من العسكري، اكتسب من زايد، اكتسب من خليفة، اكتسب من العالم، فأصبح شخصية عالمية يعني يريد أن يخدم وطنه بالدرجة الأولى والإنسان في الإمارات ويقدم صحيح. لكل شيء، ثم ارتقى بهذا الإنسان إلى كل ما يسمى العالمية الحالية، يعني في كل شيء أصبحت حياتنا متطورة ولله الحمد. بعد ذلك حول الحياة البسيطة إلى حياة تقنية بحيث يكون فيها بناء الوطن كما يذكر صاحب السمو الشيخ محمد زايد أنه على عاتق أبناء الوطن، فأهل أبناء الوطن بالاندماج في شتى مجالات العلم والصناعة والتميز والاهتمام بالإنسان. فكرة أن يكون في وزارة للسعادة وكنا لم نسمع عنها من قبل هو سباق طول الوقت أكيد. نعم نعم، هذه القيادة الشابة تنهل من ناحيتين، ناحية الموروث وناحية التطوير. هم لم يعني يقفوا كقيادة في دولة الإمارات أمام أي حاجز، كل الحواجز تحطمت وأصبح التواصل مباشر بين القيادة وبين الشعب وبين القيادة وبين الدول الأخرى الشقيقة، وتأتي جمهورية مصر العربية على رأس هذه الدول التي تعاملت معها في أرض الميدان. يعني لا ننسى في يوم من الأيام لما وقفوا موقف مشرف وقالوا احنا اعتقد الوفد الشعبي اللي طلع وزار محمد بن زايد هو ولي عهد، فقال لهم راح نقتسم مع مصر اللقمة واللحاف. صحيح، يعني هذه معروفة الوفد الشعبي اللي اجى من مصر وحين تعرضت الإمارات لإطلاق الصواريخ على بعض المقرات فيها. نعم. كان السيد الرئيس قال نحن مع الإمارات. نعم. في أي قرار تتخذه. نعم. ومعها دعما قلبا وقالبا، هذه حقيقة ما نقدر ننكرها. ثم أن هو اللي قال مصر رمانة الميزان. صحيح، وهذا كل من موروث زايد رحمة الله عليه اللي قال أوصيكم على شعب مصر. قال هذه مصر هي خيمة العرب أو قلب أو العمود اللي في نص الخيمة. فإحنا الحديث عن العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات معروفة للجميع، لكن يهمنا أن نتكلم عن شخصية محمد بن زايد، شخصية جدية، شخصية قائد عسكري فعلا يتساهل في الأمور العادية لكن في الالتزام بالواجب والأداء ما عنده هذه المسألة. يعني تريد تعمل أثبت وجودك وخذ حقوقك، لكن لا تقصر في عملك ولا تتهاون ولا تتجاوز. يعني هو رجل يعني ما عنده، لأن البناء عسكري، المدرسة مدرسة زايد، لأن أي تهاون وتسيب يؤدي لعدم النجاح. لذلك ما تنجح الشعوب إلا بالقيادات التي تكون هي نفسها المبادرة بقيادة الشعب للأفضل ولل ما يخدمها مستقبلا. يعني الدولة لما قالت احنا ما راح نحتاج للاعتماد على النفط فهذه حقيقة، لذلك لابد أن تتحول أنت من مجرد أن تستخرج نفط وتبيعه إلى بلد تصنع وتنتج. نعم تنتج، فبالتالي يكون لها مردود أفضل. خالص تعزينا. نعم. وخالص تهانينا لأنها دولة يجب أن تستمر، فبالتالي وجود الشيخ محمد بن زايد على رأسها هو إضافة للإمارات الشقيقة وأيضا للعرب أجمع، لأنه بالفعل ممكن أقول استمرارا في لقب حكيم العرب سيكون هو هذا الحكيم في الفترة القادمة. بشكرك جدا دكتور جاسم خلفان كاتب إماراتي ومحلل سياسي، بشكرك على هذه المداخلة الهامة.